شهدت محافظة الإسكندرية تنظيم مائدة إفطار سفرة العائلة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويبدأ العمل في مطبخ المائدة يوميا لتجهيز وجبات الإفطار للصائمين، فضلا عن تجهيز 4000 وجبة ساخنة للإفطار يتم توزيعها يوميا على الأسر الأولى بالرعاية بالعديد من مناطق المحافظة. الهدف من هذه المائدة ان احنا يتم افطار 1000 مواطن يوميا، الى جانب ذلك هناك 4000 وجبة جاهزة توزع في انحاء المحافظة الى المناطق المحدودة الدخل. اللي احنا بنؤكد عليه دايما ان احنا في فعالياتنا وفي مئات الرحمن بتاعتنا بنعمل حفلات مستمرة بحيث ان هو يعني الناس تيجي على احتفالية. جايين نفطر مع بعض في مائدة السفرة الخاصة بالتحالف الوطني وتحت رعاية التحالف الوطني. احنا مش جمعية واحدة، احنا اكتر من 50 جمعية النهاردة جايين نفطر من الاطياف المختلفة ومختلف الاعمار.